السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في درس جديد. شكرا على المتابعة وعلى التشجيعات. درسنا اليوم كما شفتوا في صورة الفيديو غنخدم معكم واحد الحاشية تقليدية، ممكن نخدموها على الدورة ديالكم أو دورة القب، حتى ممكن نخدموها ونقلبوها، يعني في نخدموها كنصطوق الجلابة. بالنسبة للخدمة غنحتاجو الطرف ديال التوب، انا حبكتو غرزة حشو سلسلة، غرزة حشو سلسلة حتى الاخر سطر. الكروشي انا كنستعمل دائما رقم 11، ممكن تستعملو 11 او 12 او 10. بالنسبة للحرير انا كنستعمل ديال الكسبة مباشرة على 4 شعرات، ممكن تستعملو حتى ديال الطرز على 5 أو 4 شعرات. بسم الله غنبداو. هنا في أول غرزة غندير غرزة حشو، ندخل هنايا في الفراغ وندير غرزة حشو أخرى، فوق الغرزة غندير غرزة حشو، في الفراغ هنا السلسلة غندير غرزة حشو، غنستمر هكا يعني فوق كل غرزة وفوق كل سلسلة كنعوض بغرزة حشو. تكنسالي نكمل 17 غرزة حشو. كنخدم في الفراغات وفوق الغرز. حاولوا ما تزيروش الخدمه في هاد الغرز ديال الحشو، يعني خدموا عادي. من بعد ما كملت 17 غرزة حشو غادي نرتفع ب3 سلاسل، هنا غنخلي هاد الفراغ الأول، الفراغ الثاني، الفراغ الثالث، غنجي لهاد الغرزة هادي غندير عمود، نخدم العمود الثاني، من بعد سلسلتين، هنا غندير عمود في هذا الفراغ، عمود أول، سلسلتين، نجي لهاد الغرزة هادي غرزة الحشو ونخدم عمودين. من بعد غنرتفع ب3 سلاسل، نفس الفراغات اللي خليت هنا
هما اللي غنخلي هنا. يعني غنخلي 3 الفراغات، اول الثاني الثالث، نجي لهاد الغرزه وندير اول غرزه تحشو. نخدم مره اخرى 17 الغرزه تحشو، دائما كنخدم في السلاسل يعني في الفراغات وفي الغرز. انا كملت 17 الغرزه، يعني غرزه حشو من هنا حتى لهنا. مرة أخرى غنرتفع بثلاث سلاسل نفس الطريقة، ونخلي 3 الفراغات، الفراغ الأول الثاني الثالث، أول غرزة تحشو هنا مباشرة، وندير عمودين. سلسلتين نجي لهذا الفراغ، هنخدم عمودين سلسلتين، ندخل في هنا في الغرزة ونخدم عمودين. نرتفع بثلاث سلاسل، نخلي الفراغ الأول الثاني الثالث، هنجي أول غرزة هنا مباشرة، ندخل وندير أول غرزة حشو. أنا غادي نكمل بهذه الطريقة، يعني كل بين هاد الصدفات كنخدم 17 غرزة حشو. أنا غادي نكمل ونرجع معكم في السطر الثاني. من بعد ما كملت السطر بنفس الطريقة نقلب الخدمة، غنرتفع بسلسلة، غنفوت الغرزة الأولى الثانية الثالثة، غندير أول غرزة حشو، ثانية، يعني فوق كل غرزة غرزة في هذا السطر غادي نقص جوج من هذه الجهة الأولى وجوج من الجهة الثانية، يعني غرزتان في كل جهة، غيبقى ليا 13 غرزة. كملت 13 الغرزة، باقي ليا الغرزة الأولى والثانية، يعني غرزتان، غنرتفع بثلاث سلاسل، غنجي ندخل في هاد السلسلتان اللي سبق لي خدمت هنا بين هاد العمودين. غندير ثلاث أعمدة، سلسلتان، نعود في نفس الفراغ ثلاث أعمدة، ندير سلسلة،
ندخل في هذا الفراغ مرة أخرى، الفراغ الثاني، ندير صدفة ثلاث أعمدة سلسلة ثلاث أعمدة، هنرتفع بثلاث سلاسل، نجي لهنايا في هاد الغرز الحشو ونخلي الأولى الثانية وندخل في الثالثة وندير أول غرزة حشو، نكمل يعني خاصني ندير 13 غرزة حشو، انا كملت 13 غرزة حشو، بقى لي هنا غرزتين يعني غنخليهم، غنرتفع بثلاث سلاسل، نجي الفراغ ندير صدفة ثلاثة الأعمدة، سلسلتان نفس الفراغ، ندخل ندير ثلاث أعمدة، من بعد غندير سلسلة، نحاول هاد السلسلة ونخليها مرخوفة شوية، من بعد نجي لهذا الفراغ ندير صدفة مرة أخرى، سلسلتان ثلاث أعمدة، هنرتفع بثلاث سلاسل، نجي لغرز الحشو هنخلي الأولى الثانية، ندخل في الثالثة ونكمل بنفس الطريقة، غندير 13 غرزة حشو ومن بعد غندير الصدفات ونرجع معكم في السطر الثالث، انا كملت السطر الثاني، نقلب الخدمة، غنرتفع بسلسلة، هنا خليت سلسلتين عفوا غرزتين، غنجي نخلي الأولى الثانية ثالثة، ندخل ندير أول غرزة في السطر، غنقص جوج من كل جهة يعني غيبقى ليا 9 غرز حشو، انا كملت 9 غرز حشو، بقى لي غرزتين غنخليهم، غنرتفع بثلاث سلاسل، غنجي لهاد الصدفة
ندخل في الفراغ سلسلتين، وندير صدفة بنفس الطريقة 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة، سلسلة. هنا عندي سلسلة بين هاتين الصدفتين، ندخل في هاد السلسلة غندير صدفة سلسلتين 3 أعمدة في نفس الغرزة، سلسلة نجي لهاد الصدفة ندير صدفة في الفراغ ديال سلسلتين 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة، هنا في هذا السطر درت 3 صدفات، صدفة فوق هاد الصدفة الأولى، وصدفة هنايا، وصدفة في الوسط في هاد السلسلة اللي بين هاد الصدفتين. غنرتفع ب3 سلاسل، هنا في غرز الحشو غنخلي الأولى الثانية، وندخل في الثالثة ندير أول غرزة، غادي نكمل بنفس الطريقه. غنخدم 9 غرز حشو، غنخلي غرزتين من الجهه الثانيه، ونفس الطريقه اللي درت هنا هي اللي غنكمل بها السطر كله. انا غادي نكمل ونرجع معكم. انا كملت السطر الثالث بنفس الطريقه، انا في اخر السطر قالي غرزتين ما غنخدمهمش، غنقلب الخدمه، غنرتفع بسلسلة، نخلي الغرزة الأولى الثانية، نجي للثالثة ندخل ندير أول غرزة حشو، غنخدم في هاد السطر 7 غرز حشو. عفوا هنا قلت لكم غنخدمو 7 الغرز حشو، غنخدمو غير 5، يعني كنقصو جوج هنا وجوج هنا، غيبقى ليا 5 الغرز حشو. غنرتفع ب3 سلاسل، نجي لهنا الصدفة الأولى، غنخدم فوق منها صدفة بنفس العدد الأعمدة 3 أعمدة، سلسلتان 3 أعمدة،
عندي السلسلتان، نجي لهاد الفراغ هنايا في هاد الصدفة، نخدم صدفة أخرى في نفس الفراغ، نزيد 3 أعمدة سلسلتان، نجي لهاد الصدفة نخدم صدفة فوق منها في الفراغ، انا ارتفع ب3 سلاسل، هنخلي اول غرزة، ثانية، ثالثة، هندخل هندير اول غرزة حشو، غادي نكمل بنفس الطريقة. هنا غنخدم 5 غرز حشو وغندير صدفات بنفس الطريقة، غنكمل السطر ونتلاقاو ان شاء الله في السطر الخامس. هذا هو الشكل ديال السطر الرابع، نقلب الخدمه، هذا اخر سطر، غنرتفع بسلسله، هنخلي الغرزه الاولى والثانيه، غتبقى لي غير غرزه، غتبقى لي غرزة من هاد الجي، غرزة عفوا غرزتين من هاد الجي، غرزتين من هاد الجي، غنرتفع ب3 سلاسل، غنجي لهنا في هاد الصدفة، غنخدم صدفة 3 أعمدة سلسلتان نفس الفراغ 3 أعمدة، غنرتفع ب3 سلاسل، نجي لهاد الصدفة اللي في الوسط، نخدم في هاد الفراغ صدفة ب3 أعمدة سلسلتان 3 أعمدة، الشكل ديال هاد الحاشية واضح. يعني قبل ما نكمل هذا السطر، غنرتفع 3 سلاسل، ننتقل لهاد الصدفة الثالثة بنفس الطريقة، نخدم صدفة 3 أعمدة سلسلتان
جالت آمدة. أنا ارتفع 3 سلاسل. هنجي لغرز الحشو، هنخلي الغرزة الأولى، الثانية هندخل في الثالثة، ندير غرزة حشو، غادي نرتفع 3 سلاسل مباشرة، ونخدم الصدفة هنايا في أول صدفة بنفس الطريقة اللي خدمت هنا. انا غادي نكمل ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الحاشية. هنا في اخر سطر درت اخر غرزة، غندير سلسلة ونخرج الخيط. هذا هو الشكل ديال الحاشية بعد ما كملت. كنتمنى تكون الخدمة واضحة. ممكن بالنسبة للبنات اللي غيبغيو يخدموها على الطوق ديال الجلابة أو النصف طوق، يخدموها بهذه الطريقة، ومن بعد كيقلبوها ويلصقوها بالخياطة في هاد الجوانب. يعني كنخيطو أول سطر باش كنثبتوه، ومن بعد كنعاود نخيطو اخر سطر ونستعملو الفنايت. وبالنسبه لكم كتجي بحال هاد الطريقه، او الدور هاد القب. كنتمنى الدرس ديال اليوم يكون نال اعجابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في درس جديد.